السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم 1/4/2019، طبعا جو جميل. هاي قاعدة الساعة بالسبعة الصبح أصور على هذا المطر الحلو، جو رائع. شوف هاي الدجاج، هاي الدادونيا، والله فشي رائع يعني. النخل هذا طلع، النخيل بدأ يطلع النخل. 1/4/2019 شهر الرابع، المطر جدا حلو والله العظيم. هاي حديقة مرتين. هاي جار دادونيا، طبعا هسه انا واقف جوا شجرة الياسمين ومخليها على الكاميرا، لان اذا ضاع عليها ماي راح تتفلت مو زين. هذا شجر الياسمين، هذا حديقة حلوة. طبعا الجو رائع وبمعنى الكلمة. هاي المطر شو قاعد تمطر بيه. هذا شجر الياسمين، وهاي الشجرة الكبيرة هاي شجرة الكينا يسمونها بالخليج كافور، احنا بالعراق نسميها القلمطوز. طبعا مفيدة جدا للمنشود. هاي طبعا نخليها للثواب، تجي الناس تاخذ من عندها، لنا شو اللي ياخذ من عندها يسوي هالغيوم. المنظر خلاق والله العظيم. هاي الياسمين، شجر الياسمين انصح طبعا بزراعته، كان يفيدك بال من الشمس، تقعد جواه ظل. هاي المطر شلون نازل عليه، يعني الجو خرافي. تحت شلون تمطر فيه، مطر خفيف بس حلو كلش. طبعا عن شجرة الكافور بعدين احكي لكم على قصتها، اسوي لكم حلقة عليها. احكي لكم على فوائدها. صار جو شجرة الياسمين تنتشر سبحان الله.
الشهر الرابع يثمر، يطلع ورد. الوردة ماله أبيض وقسم ماله أكو أحمر، ورد أحمر. طبعا شوية تراجعت من المطر لأن المطر كلش قوي. شوف المنظر كلش قوي، المنظر راقي. بصراحة الشتاء أحلى من الصيف، ولو شوية طينة بس مهما يكون الجو حلو.